هنداوي هنداوي انت هنداوي. قوم افتح الباب يا راجل بيخبط. ما يخبط واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ ده بابنا يا راجل. يا ولية الام يا ولية، مين حاجة نفسها زي دي؟ الام قوم يا راجل افتح دهدي. طيب طيب انكتمي باي. مين؟ خالي بالحضن يا خال. مين؟ حسنين. ايوه حسنين بشحمه ولحمه. اتفضل يا حسنين اتفضل. مساء الخير يا مرات خالي. مساء الخير. ازيك؟ اهلا يا حسنين، بركه انك طيب. اتفضل معايا يا حسنين. انا هقعد هنا. لا اتفضل معايا هناك. انا مستريح كده يا خال. تعالى يا راجل هناك تعالي. اهدي فر. فر ايه؟ دول عيالي. كل دول عيالك؟ ايوه. ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم. ده انت غلبان. قوم يا في الزقوق، قوم من هنا، انا هنام هنا. اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتني. خش جنب اخواتك جوه. اهلا يا حسنين، ازيك كده؟ الحمد لله يا خال، ده انا اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا. ايه؟ اي والله. وازاي امك كده؟ امي؟ مش انا امي ماتت يا خال؟ ايه؟ ايوه، بقيت يتيم الاب والام يا خال. يا حول الله يا ربي. تعيش تعيش يا مرات خالي، ما تركيش في حاجه وحشه. بقيت يتيم الاب والام. طب مش كنت بعتني؟ مالت لهيت على عيني، بس الحمد لله العمده قام بالواجب وزياده، كتر خيره. ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا، ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى اقعد هنا. انا هنام هنا. داني بنام هنا. ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال. يا ما يصحش، قوم تعالى معايا هناك. ده انت عليك تحكمات. فاطمه ايه؟ بقول لك ايه؟ قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها. لا ودي وقعت. اهدي، احنا ناقصين. ايه ما يصحش، انا واقع من الجوع، واقع من الجوع يا مرات خال. من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه سوني. سوني؟ ايوه بتاع بيضه كده. هات لي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل. بقيت يتيم يا خال. معلش معلش، استهدى بالله، بكره تنسي. انسى ازاي وانا جعان كده؟ دلوقتي تاكل وتشبع. اديني قاعد اما اشوف. شد حيلك يا ولد. ايه؟ ما بتاكلش فول ولا ايه؟ فول ايه يابا؟ شد على الله، ده احنا فينا الصحة تهد جبال. انت فاكر نفسك ليه؟ قوم جامد قيمتك. قوم. معلش يا راس العاد، معلش، الواد جديد لسه. مونة الناس يا ابوي، ما الحرام ولا ايه؟ ايه طول بالك، مطولوا على الاخر. لا طول بالك، طول بالك يا ريس، احنا اللي عجبك قوي ما يهمكش اي حاجه. قلت لك قوم. قوم يا فجري. خد بايدك خد. قوم يا غشيم. اهياني 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 ياني ياني اهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا ايه؟ ما احناش عارفين ننام. مزجت حسب الله. المزجت حسب الله ايه؟ كك حش وسطك يا مرات خالي. اهين مش كفايه جاي تاكل معانا اكلنا وتشاركنا في منامنا؟ هتروق علينا كمان يا ولية. يا عيب يا ولية. اسكت انت، انا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا اخويا جايب لنا شحط يشاركنا في الاوضه. ايه ايه يا راجل، انت ما صدقت. حلو، هو صحيح، هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي، انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خالكك حش وسطك انت راخ. قوم يا بغل. ما تشد حيلك امال يا حسنين. شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي، ما عندكوش حاجه شيلها خفي من المسلح دي؟ عايز تشيل ايه يا امال؟ بلوزي بلوزي. حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزي. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه؟ اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جرونجي. حاضر.
حضر يا ريسني. شيل يا عني، شيل يا عني. هات يا خال. ايوه شيل. خال. شيل يا عني. يا عني شيل. يا نهار ازرق. ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المونه طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هديه في تيمين مسلح، تخليه زي البغل، بدل ما عامز الحمار كده، ده حمار. هتقول ايه يا ولد؟ طيب مخصوم لك يومين. وانا كنت لحقت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل عنه تاني؟ اخرس يا علي اخرس. خرست يا خالي خرست. اخرس يا علي. وعبي يا جرانجي. اجري. حاضر. طب ده في تنيتك وانت زي البغل كده، طب حش عشيت. لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خالي. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ الله. قهوه ايه يا خالي اللي راح اروح؟ أول مرة ألاقي خال عايز يتلف أخلاقي ابن أخته. شوية شوية تقول لي شبوني. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد أهو. طب أقول لك إيه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي إيه اللي هشتريه يا خال؟ ما أنتوا عندكوا شاي أهو. أيوه صحيح إحنا عندنا شاي أيوه. إنما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر مخه. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا عيال عايزهم هات الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه حلو قوي. حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال. حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فوتكم بعافي. بقولك ايه؟ ايوه. اوعى إيوه ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مراد خال. ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزرده اللي هي زرده ام حسن. ما قلت ليه؟ قال لك انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كتمل على ودانك يا مراد خالي. ما قلتليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك ما حطيتش الشاي؟ هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام عني ام عسل. حاضر يا خال. حاضر. العيشه تقرف يا اخي. ما تقلقش بالك. هو بني ادم على نياته وشرب المقلب هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ام حسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا رحيم على شاي ام حسن. الله انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي يا خالد؟ شاي ام خليل. لا اسمه شاي ام حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ ها يلا. انت مالك لازم فيها كده ليه؟ قول يا ولد. انت مالك انت؟ أنا خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوة. حاضر يا خالي. خد الباب معاك. أنا بقول آخد العيال معايا عشان أنا خايف عليهم. لا أنا هسيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالي. حاضر. حاضر يا خالي. أوعى بقى. إديني شاي أم حسن الله لا يسيئك. شاي إيه؟ أم حسن. يا ابني مفيش حاجة اسمها شاي أم حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم اكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه اللي ايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورق تواليت. ورق تلاويت؟ ايوه. بيعملوا به ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر.
خد خد زهقتنا يا شيخ. شامو حسن اهو. مش ليه شامو حسن؟ قال لا انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شامو حسن؟ هو شامو حسن ام حسن عليها ايه؟ طب فين زوم اتخمد؟ انا مش هتخم؟ ايه؟ اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمد يا مرات خالي؟ انا طهقت، انا زهقت، انا عايزه اتطلق. قال لا تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شامو حسن اهو. اغرس انت، اغرس. حاضر، اديني خلصت يا اخوي. اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله. ولولا ابوها ان كان جعان يتعشي، ولولا ابوها ان كان جعان يتعشي. انا عايز افهم ايه الحكايه تمام.